اهلا بنوتاتي، طبعا اليوم وصلتني شحنتي من شيئين امس اقصد، وبسوي معكم اليوم انبوكسينج. يلا امشي بسرعه ابغى اصور. يلا يا عمي اخلصي. اول قطعه هذه مره حبيتها، شفتوها في التيك توك حتى زيها وحبيتها كذا، يعني قلت بشتريها. ثاني قطعه بنات هذه مره جنن، اشتريتها عشان البسها على اي تيشيرت وكذا، لاني مره احب هذه الاشياء. طبعا بنات القماش مره يجنن ناعم. ايوه صح بنات، ترى تيجي طقم مع بعض اخذتها. وهذه احلى قطعه اشتريتها وما ندمت عليها ابدا. طلبتها قصة علشان يعني البسها على اي شيء، اي بنط اي بنطلون كذا يعني. اما بنات هذه القطعه مره تجنن يا ربي، هذه مره تموت، مت عليها، احلى شيء في الطلبيه كله. بنات هذا مرة حلو يجنن، بس ندمان ان انا اخذت سمول، يا ريت كنت اخذت اكس سمول، لانه اصلا الموديل يجي واسع. لا 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 كذا انا ما اقدر. يا بنات تجنن عشان تجنن، مرة حلوة، حتى قماشها حلو. لا لا بنات لازم نشتري منها ونصير طقم ونصير ماتشي ماتشي. طبعا من الان هذه محجوزة بجامعة العيد. الله هذا مرة حلو بنات، حتى قماش مرة بارد يعني يناسب اجواء جدا حارة. انا بعد صوري الحق معاكي يا لي، يعني لازم تبط في فيديوهاتي. إيه؟ هذا العيد قررنا انا واختي واخيرا نقدم سوا. هذه بنات اشتريتها علشان الحجاب تيجي من جوا مره حلوه. بنات اذا جيتوا تبي تاخذوا من هذه حقة الشعر، لا تاخذوا هذا النوع لانه مره مو حلو يطيح، هذا مره كويس يمسك شعرك. انهرت عليها تجنن. طبعا انا نسقتها، هذا ما يجي مع لوحده، اشتريت هذا وبعدين هذا، مرة حلو. بنات القطعة هذه مرة انصدمت عليها تجنن. توقعت قماشها ثقيل بس طلع لا، قماشها يعني بارد، يعني تلبسيه حتى في يعني في ايام الصيف وكذا. بنات القطعة هذه لا تتعدوها، مرة تجنن حرفيا، انهرت عليها. يا ليل البلشة، شوف انا اصور تجي تصور. شريرة يا شريرة، وخر. يلا دوري. هذا ثاني بنطلون طلبته، البنطلون مرة حلو، دحين بوريكم ايش نسقت عليه كمان. شوفوا بنات نسقت عليه هذا مع البنطلون هذا، طلع مرة حلو كذا، طلعت البدلة شوية رسمية بس مرة يفوز. شايفين جمال الشنطة؟ ترى بنات الشنطة يعني مو مرة صغيرة، يعني وسط، مرة حلو حجمها. حبيت ان انا اختم الفيديو بهذه القطعة اللي تجنن، مت عليه بنات، مرة حلوة، مرة حلوة حلوة حلوة. بنات انا طلبت سمول، فيعني ان القطعة يعني واسعة، فهمتوا كيف؟ لانه يعني كذا يجي زي الجاكيت الخفيف ما وراء الكواليس.